ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. مرحبا بك أستاذ حسان. يعني قبيل زيارته لأمريكا صرح ولي العهد السعودي أن إيران تلعب دورا تخريبيا في الشرق الأوسط، ما توقعاتك لنتائج زيارة ولي العهد لأمريكا في هذا الصدد؟ من الواضح أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت سياسة مختلفة عن السابق ونهجا مختلفا أيضا، وذلك بقرار واضح بمواجهة التوسع الإيراني والتمدد الإيراني في الدول العربية المحيطة، خاصة بعد أن أعلنت إيران. واتهام إيران ليس اتهاما حقيقيا بل هو تعبير عن واقع، فالمسؤولين الإيرانيين أكثر من مرة عبروا عن أنهم أصبحوا في حالة هيمنة على عواصم عربية وحددوا صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت. فمواجهة المشروع الإيراني أصبحت حتمية، والسعودية هي المعنية الأولى باعتبار أن بغداد وصنعاء دول محيطة بالمملكة العربية السعودية، ثم أن تعرض الرياض والمدن السعودية لصواريخ باليستية أطلقت من اليمن بواسطة خبراء إيرانيين ولبنانيين. ما هذا معناه أن إيران تسعى لتوريط المملكة العربية السعودية في حرب استنزاف طويلة تستهلك قدرات المملكة وإمكانياتها وثرواتها. فلذلك الشأن الإيراني والتدخل الإيراني في المنطقة أصبح قضية أساسية على المملكة العربية السعودية مواجهتها، وبالتالي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي هي أيضا معنية بمواجهة هذا التمدد الإيراني والتي تهدد مصالح أمريكا والغرب والعرب أيضا في المنطقة أصبح أمرا ضروريا، وبالتالي لابد أن يكون الملف الإيراني الملف الأول في المباحثات بين ولي العهد السعودي والإدارة الأمريكية في واشنطن خلال اليومين المقبلين. إلى أي مدى تعتقد أن السعودية ستلعب دورا محوريا في خطة ترامب لتقليص نفوذ إيران في المنطقة؟ لا تملك السعودية خيارا آخر سوى أن تكون فعلا في مقدمة الدول التي تواجه المشروع الإيراني، أو كونها معنية فعلا بكون لأنها تملك حدودا مشتركة مع اليمن ومع العراق، وتملك أيضا حدودا بحرية مشتركة مع إيران من خلال الخليج العربي. المواجهة مع إيران حتمية لابد منها، بقدر ما تكون مستعدا وقادرا على مواجهة المشروع الإيراني بقدر ما تمنع الصراع المسلح مع إيران في نفس الوقت. إيران تسعى لخلخلة الساحة العربية من الداخل عبر تجنيد أدوات ومجموعات وخلق مجموعات مسلحة موالية لها في كافة الدول العربية. منع إيران من تنفيذ هذا المشروع يؤخر الصراع مع إيران ويمنع إيران من القدرة على مواجهة الدول العربية واستنزافها أكثر فأكثر، كما شاهدنا في سوريا وفي لبنان وفي الدول وخاصة في اليمن. ما توقعاتك لطبيعة المواجهة؟ المواجهة الآن ستكون اقتصادية وأمنية، لكن ليس هناك من صراع مسلح مباشر بين المملكة العربية السعودية وإيران. الجميع يسعى لتجنب المواجهة المباشرة، والمواجهة الآن تتم عبر الأدوات. فالمواجهة مع الحوثيين في اليمن هي مواجهة مع إيران واستنزاف لإيران أيضا في اليمن، والمواجهة مع حزب الله في لبنان هي استنزاف أيضا للقدرات الإيرانية في لبنان وكذلك في سوريا. إيران بقدر ما تنخرط في عملية تسليح وتدريب وتمويل مجموعات مسلحة بقدر ما ينعكس سلبا على إمكانيتها الاقتصادية وعلى وضعها الاقتصادي الداخلي كما ورد في تقرير. بقدر ما إيران تنفق في الخارج بقدر ما ينعكس سلبا على واقعها الداخلي ويزيد من حدة الانقسام في الداخل الإيراني نتيجة المشاكل والعقبات التي تواجه الشعب الإيراني والصعوبات الحياتية التي يواجهها. إيران أمام أزمة حقيقية، انخراطها في الخارج ينعكس سلبا عليها في الداخل. فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، يعني السيناتور بوب كوركر صرح أن ترامب سينسحب من الاتفاق النووي في أيار المقبل. من وجهة نظرك إلى أي مدى كان للسعودية دور في قرار ترامب؟ الحقيقة الولايات المتحدة خائفة من موضوع المشروع الباليستي أو تطوير المشروع الباليستي أو الصواريخ الباليستية الإيرانية، لأن القدرات النووية بدون صواريخ باليستية لا قيمة لها. مشروع الصواريخ الباليستية هو يشكل الخطر الحقيقي الذي من خلاله يمكن استخدام القوة النووية لضرب عواصم ومدن ودول مجاورة أو بعيدة. هذا الخطر الحقيقي هو في تطوير القدرة الصاروخية الإيرانية، ولذلك الولايات المتحدة تحاول من خلال علاقاتها مع الدول العربية المحيطة الرافضة للمشروع الإيراني
أن يكون لها موطئ قدم وقدرات محلية للتعاون معها على مواجهة المشروع الإيراني لإحباطه أو لوقفه عن التمدد. مشروع الصواريخ الإيراني مماثل لمشروع الصواريخ الكوري، وإذا لاحظنا هناك تشابه كامل في نوعية الصواريخ وفي طبيعة المفاوضات والضغوطات الأمريكية سواء على كوريا الشمالية أو على إيران. مشروع الصواريخ الباليستية كان ظاهرا للعيان من خلال نتائجه عندما تم قصف المملكة العربية السعودية وخاصة العاصمة الرياض. المشروع الأمريكي الأوروبي الآن هو وقف تطوير هذا المشروع الإيراني. إلى أي مدى من وجهة نظرك أستاذ حسان يمكن ربط الحراك الجماهيري في إيران بالموقف الأمريكي السعودي من النظام في طهران؟ لا يمكن أن نصف أي تحرك شعبي على أنه نتيجة ضغوط خارجية أو أن هناك عملاء يحركون الداخل. لابد أن نحترم مشاعر الناس وحاجاتها ومشاكلها. هناك مشاكل حقيقية موجودة في إيران، والآن الكلام الذي ذكره أحمد نجاد وغيره من المسؤولين الإيراني عن الفساد وعن الهدر وعن المشاكل الاقتصادية الحقيقية التي يعيشها الشعب الإيراني لابد أن تنتج حراكا شعبيا ورفضا للسياسات الاقتصادية والسياسات الخارجية التي تؤدي إلى الواقع الاقتصادي الصعب. قد يكون الولايات المتحدة أو لغيرها دور في استثمار ما يجري، ولكنها لا يمكن أن تكون هي المحفزة وهي الدافع لحراك شعبي واسع بهذا الشكل في مدن مختلفة وفي مواقع مختلفة. وهذا الحراك الضخم الذي نشاهده بين الحين والآخر والذي يعبر فعلا عن أزمة حقيقية. نعم. وأحمد نجاد جزء من النظام. شكرا جزيلا لك أستاذ حسان القطب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.